للسلام والأمن الدوليين والاستفادة من الطاقة والتقنية النووية سلمياً. أدرج وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية عالم المملكة في لوحة الدول المساهمة بمبادرة الوكالة الخاصة بتحديث مختبرات مبادرة رينول 2 في مقرها بفيينا. 2.5 مليون دولار تبرعات قدمتها المملكة لدعم مبادرة الوكالة الذرية وتحديث مختبراتها ولتعزيز دورها في العمل المتكامل لتطوير نوعي للتقنيات النووية لمكافحة بعض الأمراض حيوانية المصدر وتقوية الاستعداد والاستجابة لها. ساهمت المملكة بمبلغ 2.5 مليون دولار لدعم مبادرة الوكالة في تحديث مختبراتها، وكذلك المساهمة في تعزيز القدرات الرقابية في المجالات النووية والإشعاعية. دعم سعودي متجدد يأتي امتدادا لتعاون المملكة المستمر لتطوير جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومبادراتها بما يعزز دورها الحيوي في تسخير الذرة من أجل نشر العلوم والمعرفة وتحقيق التنمية والسلام. The kingdom has important ambitious projects in the nuclear sphere. المملكة لديها مشاريع هامة وطموحة في مجال الطاقة الذرية. علينا التعاون لضمان سلمية واستدامة المنشآت التي سيتم تدشينها. تحدثنا بذلك مع سمو وزير الطاقة، ولدينا رؤية مشتركة لتحويل هذا التعاون إلى شراكة مستدامة بين الوكالة والمملكة. وتشارك الوكالة الدولية للطاقة الذرية المملكة في تطوير القدرات البشرية بقطاع التقنية النووية والرقابة لتمكين برنامجها الوطني السلمي للطاقة الذرية. لتفاصيل أوسع حول هذا الموضوع انضم إلينا من الخبراء الباحث في جامعة إمبريال كوليدج في لندن الدكتور يوسف الشمري. مساء الخير دكتور يوسف، وأهلا بك معنا في عين الخامسة. بداية دكتور، وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان كان له حديث يوم أمس أنه يدرج، أو قبل ما نذهب إلى النقاط التي تحدث عنها أمس وزير الطاقة، يدرج علم المملكة على لوحة الدول المساهمة في مبادرات الطاقة الذرية. ماذا يعني ذلك كبداية؟ أهلا وسهلا أخي، وسعيد في الحديث مع الأخبارية. طبعا هو يعني خلي يكون مؤشر مهم إلى الدول، طبعا المساهمات المبادرات اللي قامت فيها المملكة في دعم البرامج السلمية واللي هي تدعم اللي هي المبادرات التقنية والتعاون الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. طبعا كان هو زي ما تقول هو نقطة ارتكاز، مؤشر دولي يكون في منصة دولية طبعا تكون ظاهرة أمام الجميع في العالم. فأعتقد أن هذه نقطة جدا مهمة. وأيضا طبعا كان هنا يعني مسألة مهمة اللي هو افتتاح معرض المملكة السنة هذه. طبعا كان معرض جدا متميز مقارنة في يعني الحضور للمملكة على في هذا السنة. وطبعا هذا إيش يدل الاهتمام الكبير اللي أولته المملكة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وهذا اللي ما برز في سمو تصريح أو في تصريح سمو وزير الطاقة السعودي. طبعا هنا في شغلة أحب أبينها. طبعا تكلم سمو وزير الطاقة أنه البرنامج أو المبادرات أو الاستخدام السلمي للطاقة النووية في المملكة ستتميز بالشفافية، واللي هي نأمل أنها تكون موديل أو أنها مثال للجميع من في دول العالم. فهذا اللي نقطة مهمة بينها سمو وزير الطاقة في تصريحه في المعرض. هذه النقطة مسجلها أنا دكتور، وأريد أن أسألك في نفس هذه النقطة. عندما قال نسعى في برنامج إلى تحقيق الشفافية، هذه النقطة ربما هي رسائل لعدة دول بشكل مباشر بشكل طبيعي، لأنه الوكالة هي دورها رقابي، وإحنا يعني مثلا الأنشطة النووية اللي مثلا تتم في الشرق الأوسط، مثلا خلينا نكون صريح يعني في إيران مثلا، والمثلا والابتزاز السياسي اللي جالس تمارسه مع قوى اللي هي البي 5+1 من ناحية تعليق الأنشطة التفتيشية الوكالة ك اشتراط حتى يكون هنالك في اتفاق نووي مقابل اللي هو الافراج عن 100 مليون برميل. اعتقد هذه اللي هي اللي النقاط اللي طبعا قد تكون نوعا ما يعني واضحه لدى المجتمع الدولي. وفي الاخير هذا ما يميز البرنامج النووي في المملكه العربيه السعوديه مقارنه بما نشاهد في دول اخرى في الشرق الاوسط. نعم، يعني المملكه اسهمت بنحو 3,500,000 دولار لدعم مبادرات الوكاله الذريه. ما مدى اهميه هذا الدعم بهذا الرقم دكتور؟ والله هو جدا مهم اخي، لان الوكاله دائما خلال السنوات اندر ريسورس، او انها عندها الموارد قليله.
فأتذكر في سنة من السنين أعتقد في 2018 كان ينقصها حوالي 80 مليون يورو كبس كنقص في التمويل. فإحنا الآن نتكلم عن 3.5 مليون دولار أو 3.5 مليون دولار جاي من المملكة العربية السعودية، لكن تتخيل قديش هذا رقم قوي. فهذا طبعا الرقم هذا بس كان رايح اللي بس توسعة المختبرات اللي هي في خارج فيينا في سايبر ستوف، وهذه اللي المختبرات تركز على استخدام التقنية النووية في الأمور الصحية، مثلا في مكافحة العدوى وانتشار الأمراض والأمور اللي هي تحتاج فيها التقنية النووية كاستخدامات سلمية. أيضا المملكة العربية السعودية هنا شيء لازم أبينه، أنه شاركت أيضا في تمويل إنشاء مراكز متخصصة في مكافحة الإرهاب النووي عالميا لدى الوكالة. في السنوات الماضية المملكة العربية السعودية دفعت 10 مليون دولار لإنشاء مركز دولي متخصص في مكافحة الإرهاب النووي في الوكالة. وهنا أحب أشيد بدور سمو السفير الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، يعني زي ما تقول انه عزز مشاركه المملكه في الانشطه الدوليه في مثل هذه، وهو طبعا جت اعلام من السفاره المملكه العربيه السعوديه في فيينا. فايضا هنالك ايضا تم افتتاح ايضا اللي هو المركز التدريب للمكافاه للامن النووي والتفتيش، افتتح ايضا برعايه من سفاره المملكه العربيه السعوديه في فيينا قبل حوالي شهر، وطبعا حضر الافتتاح طبعا كان برعايه سمو السفير الامير عبد الله بن خالد. فاعتقد مبادرات المملكه اللي احنا بينه جدا كبيره لدى الوكاله، فهذا 3.5 مليون هو بس اخر التمويل قامت به المملكه خلال الشهر الماضي. ايضا اكد انه سننتج اليورانيوم وسنلتزم بمعايير استخدامه في منشاتنا. ما هي هذه المعايير دكتور؟ هو أخي لو هو في النظام الدولي يقول لك إنه أي دولة طبعًا تيجي تبي يعني تستخدم الطاقة النووية لازم توقع اللي هي السيف جارد أجريمنت، أو هي اتفاقية الضمانات معاهدة. فاتفاقية الضمانات اللي هي تسمح للوكالة باللي هو التحقق من الأنشطة من الأنشطة النووية في أي دولة، وتحقق أنها تكون لأغراض سلمية. وطبعًا هذا ما سمعناه قبل شوية في النشرة في تصريح المدير العام للوكالة. فهذا اللي بينه سمو وزير الطاقة، احنا نتميز بالشفافية. فبالتالي طبعا البرنامج طبعا لازم يكون سلمي، طبعا في هو طبعا يكون اللي هو عمليات مثلا في دول مثلا نيو كامرز لما يجون يستخدمون الطاقة النووية ما يسوون عمليات التخصيب. فما يميز البرنامج في المملكة انه عمليات انتاج اليورانيوم ستكون من المملكة، يعني سيتم التنقيب على اليورانيوم في المملكة وإنتاجه وتزويد المفاعلات من داخل المملكة، وهذا اللي يميزه. وأيضا فوق هذا أن في برنامج يتميز بالشفافية، فأعتقد أنه سيكون مثال جدا رائع خصوصا للدول اللي متوجهة للاستخدام السلمي للطاقة النووية، بحيث أنه هو اللي يكون سلسلة التوريد شاملة وأيضا سلمية في نفس الوقت. نعم. أساس كده سمو وزير الطاقة بيّن أنها قد تكون يعني مثال جدا رائع الدول يعني اللي تفكر انها تستخدم الطاقه النوويه لغاز سلمي. نعم. طب دكتور، هل اليورانيوم المخصب هو عنصر حاسم لكل محطات توليد الطاقه؟ والله يا اخي هو اكثر وقود يستخدم، لكن مو هو الوقود الوحيد. مثلا في عنصر اخر اللي هو الثوريوم، اللي هو طبعا اقل خطر من اليورانيوم، خلينا نكون هنا نتكلم كمسائل حساسه ومسائل امنيه، هنا نتكلم عن استخدام اليورانيوم. الثوريوم اقل خطأ، وأيضا كمية الإشعاعات اللي تولد من الثوريوم أقل، وأيضا وقود بديل، لكن لازال التقنية تحت التطوير. لكن اليورانيوم يبقى هو الوقود اللي هو أكثر شمولا في أكثر شائع في استخدامه كوقود للمفاعلات النووية. طبعا هنا في شغلة أحب أبينها، إنه المملكة العربية السعودية مهتمة في تقنية المفاعلات اللي هي المتوسطة، السمول موديول رياكتورز يسموها، فبحيث إنه المفاعل ما يولد 1 جيجا وات اللي هو التقنية التقليدية، يكون مفاعل يعني على حجم أصغر يولد مثلا 300 ميجا وات، يعني خلينا نقول مثلا 4 مفاعلات صغيرة بحجم مفاعل واحد تقليدي. بالتالي تقل المخاطر، تقل الأمور اللي تتعلق في مسائل الأمن والسلام النووية، وأيضا مسائل عدم الانتشار في الوقود النووي تقل. فبيسكلي مسائل المرتبطة بالأمن والسلامة تكون أقل حساسية من لما يكون عندك مفاعل تقليدي. والمملكة العربية السعودية مهتمة في استخدام هذه التقنية لتحلية المياه. نعم. يعني أنت تحدثت قبل قليل دكتور عن نقطة مهمة، أنه سيكون استخراج اليورانيوم لدينا هنا في المملكة، ولكن لا أدري هل هو السؤال صحيح سؤالي أم لا. الآن أين يوجد اليورانيوم في المملكة؟ والله حسب علم أنه في المنطقة الغربية في الدول العربية في معادن الفوسفيت، فمعادن الفوسفيت اللي هي ممكن يستخلص منها اليورانيوم. وحسب علم أن هنالك حاليا شركة صينية
تقوم في عمليات التنقيب في غرب المملكة العربية السعودية، بحيث أنه يتم استخلاص الكميات اليورانيوم. وحسب علمي أنه هذه شغلة مؤكدة، أنه سيكون تزويد اليورانيوم من المفاعلات في المملكة جاي من داخل المملكة العربية السعودية. طب هل هناك دول غنية في العالم باليورانيوم لديها دكتور؟ نعم طبعا، عندك أستراليا طبعا، عندك الصين، في كندا، دول طبعا مختلفة حول العالم ممكن تستورد منها اليورانيوم طبعا. لكن هنا إيش المسألة، أنه لما تكون اليورانيوم الوقود جاي من نفس الحدود، من داخل نفس الدولة، تكون المسائل أمن الطاقة أعلى، فتكون عندك سلسلة التوريد ذات كفاءة أعلى من أنك تستورد الوقود من برا. بالتالي أيضا حتى لما تستورد من برا حتدفع قيمة الوقود، لما تولده من داخل الدولة حيكون يمكن تكاليف التزويد أقل من أنك تستورده من الخارج. طبعا هنا نفترض أنه تكاليف استخراج المملكة حتكون أقل من استيراده من الخارج. نعم، كان معنا من الخبراء الباحث في جامعة إمبريال كوليج من لندن الدكتور يوسف الشمري. شكرا دكتور، يعطيك العافية على هذه المعلومات وعلى هذا التفصيل. شكرا لك سعيد.